لا يزال حلم الشباب الأبدي يراود البشر ويسيطر على اهتمامهم على مدار آلاف وآلاف السنين. تشغل فكرة الحصول على شباب دائم أذهان الكثيرين طمعا في مظهر لا تصله ملامح الشيخوخة مع تقدم العمر. لديك مكملات مضادة للشيخوخة، كريمات ضد التجاعيد، عمليات شد الوجه، علاجات الليزر، البوتوكس، وأحدث سلاح في مكافحة الشيخوخة وهو تين بلود، دم المراهقين. عندما ألف الروائي الفيكتوري برام ستوكر روايته دراكولا، ربما لم يتخيل أن فكرة استخدام الدم البشري لتجديد الشباب ستكون موضوعاً للبحث العلمي الجاد. لكن ضخ دماء شابة في أجسام هرمة لدرء الشيخوخة هو الحل الذي طرحه العلماء مؤخراً. الفكرة بسيطة جداً، أنت تحقن كبار السن بدماء الشباب. قد يبدو الأمر جنونياً لكنه يحدث حقاً. العلماء لاحظوا بأن الدم وخاصة دم الشباب ما بين 26 و25 سنة على وجه التحديد قد يكون له خصائص التجديد. كما لاحظوا أيضا بأن دماء الشباب يمكن أن تشفي العظام المكسورة. هذه ليست فكرة جديدة، حيث قام العلماء بربط أجهزة الدورة الدموية لأزواج الفئران في عملية تسمى بارابيوزيس. يقوم العلماء بشكل أساسي بتجميع أنسجة الفئران معا بحيث يتشارك الفأر العجوز مع الفأر الأصغر في إمدادات الدم. كان كلايف ماكي من جامعة كورنل أول من ابتكر هذه التقنية في 50ات القرن الماضي، لكنها تشهد عودة الظهور لسبب ما. والمثير للاهتمام إلى جانب الخياطة الكاملة للفئران هو أن الباحثين كانوا يعتقدون أن خلايا الدم الصغيرة تفرز بعض الجزيئات أو البروتينات التي تساعد على شفاء الجسم، ومع تقدم الكائن الحي في السن يفقد القدرة على صنع هذا الجزيء. إذ في السابق كان العلماء يعتقدون أن جزيء JDF11 الذي يدور في الدم هو ينبوع الشباب، لكن دراسة حديثة تتعارض مع هذه النتيجة. وجدت هذه الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة سيل ميتابوليزم أنه مع تقدم الفئران في العمر يتم تداول المزيد من هذا الجزيء في الدم، وأنه بينما قام الباحثون بحقن الفئران الكبيرة في السن بهذا الجزيء JDF11 كلما كانت عضلاتها أسوأ في إصلاح نفسها. وعلى الرغم من أن العلماء لا يزالون يكتشفون ذلك، أظهرت دراسات أخرى أن هناك شيئا قويا في دم الشباب ما بين سن 26 و25 سنة، حيث نشرت دراسة في مجلة نيتشر ميدسين أن دم الفئران الأصغر يعيد شحن أدمغة الفئران الأكبر سنا. إذ أجرى الباحثون اختبارات معملية على الفئران بعد أن تلقوا حقنة من البلازما من الفئران الصغيرة، قد كان أداؤهم في الاختبارات أفضل بكثير من الفئران الأكبر سنا التي لم تتلقى جرعات البلازما في عروقها. كما أظهرت دراسات أخرى كيف يضخ دم الشباب أدمغة الأكبر سنا، حيث أن أدمغة الفئران الأكبر سنا أصبحت أشبه ما تكون بأدمغة الفئران الأصغر سنا، إذ أن الخلايا العصبية أصبحت أكثر ترابطا، وهذا هو أساس التعلم والذاكرة. ولكن انتظر، هنالك المزيد. في تجربة أخرى جمع الباحثون الفئران الأكبر سنا مع الفئران الأصغر سنا، فوجدوا بأن دم الفئران الصغيرة أعاد تنشيط قلوب الفئران الأكبر سنا، إدعانة الفئران الأكبر سنا من تضخم القلب، وهي حالة تتسبب في زيادة سماكة القلب وتضخمه. ولكن بعد 4 أسابيع من الحصول على دم الفئران الأصغر سنا تقلصت قلوبهم إلى الحجم الطبيعي. كل هذه الدراسات تجعلك ترغب في شرب كوب من دم الشباب، أليس كذلك؟ كل هذه الدراسات أجريت على الفئران، لكن الباحثين يحاولون بالفعل معرفة ما ستحدثه هذه التجارب على البشر. لهذا السبب نحتاج إلى تجارب بشرية، لكن لحسن الحظ لن تتم هذه التجربة بخياطة شاب برجل عجوز. إذ من حسن حظنا إذ أن الباحثين وجدوا بأن البلازما وحدها كافية للقضاء على الشيخوخة. وفي حال كنت فضوليا فإن البلازما
البلازما هي الجزء السائل والصافي في الدم، تحتوي على أشياء مثل الماء والبروتينات والأنزيمات والأجسام المضادة. هذا يعني بأنه يمكننا إجراء تجارب بشرية فقط بنقل البلازما، وهي عملية كانوا يقومون بها منذ زمان بعيد لعلاج أمراض مثل فشل الكبد والحروق الشديدة والالتهابات الخطيرة. والآن بدأنا نرى هذه التجارب المضادة للشيخوخة معروضة على الجمهور، ولكن مقابل ثمن بطبيعة الحال، مقابل 8,000 دولار. كانت تجري شركة اسمها إمبروزيا، كان يتواجد مقرها في مونتري بكاليفورنيا، تجربة سريرية تتضمن حقن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة ببلازما الدم من الأشخاص الذي يبلغون ما بين 16 و 25 سنة. كانوا يختبرون الأشخاص قبل وبعد شهر من نقل الدم. كانوا يقيسون مجموعة من الأشياء في الدم مرتبطة بأمراض مختلفة إضافة إلى الشيخوخة، والنتائج حسب قول دكتور جيسي كارمازين مؤسس شركة إمبروزيا بأن هنالك تحسنا في المرضى الذين كانوا يعانون من أعراض مرض الزهايمر، إضافة إلى أن النتائج أظهرت أيضا تحسنا في مستوى الكوليسترول والالتهابات، وبطبيعة الحال ظهر أيضا تحسن على مستوى التجاعيد، وهو ما أثار اهتمام الناس. بحلول سنة 2017 كانت الشركة قد خدمت 69 عميلا تراوحت أعمارهم ما بين 35 إلى 92 عاما. حتى المليارديرات البارزين عربوا عن اهتمامهم بالخضوع لعملية نقل دم الشباب، وقد استثمر في هذه الشركة كل من جيف بيزوس والملياردير بيتر ثيل المؤسس المشارك في بايبال، الملياردير لاري إليسون، وأيضا الملياردير ديف إسبري. اتصرح بأنه يتوقع أن يعيش لما يقرب من 180 سنة. ما رأيكم في كل هذا؟ هل تظنون بأن هذا صحيح؟ ولكن إن كان الأمر صحيحا وناجحا، إنه سيكون وسيلة لمليارديرات التكنولوجيا المجانين وجنونهم للسعي العلمي الزائف للعيش للأبد.